يلا 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 الحق 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 مفاجآت النهاردة. جايب لك حلويات النهاردة ويبيعها لك بنص الثمن. جمع للناس. ناس تتجمع. جمع للناس. وتقول لنا أهم حاجة الصوت والصورة عشان النهاردة هندلع لك الدنيا. جايب لك موديلات يا باشا بأشكال بألوان. بص الموديلات. جمع للناس بعد الناس اللي بتتباع ب 500 جنيه و450. بص يا باشا مش هيبيعها لك ب 300 جنيه. بص الصورة. ناس تتجمع كده بسرعة. جمع للناس مش هعرض لك حاجة أنا بوريك مية الشغل بس. الله يبارك لك. الله يبارك لك. يلا 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 الناس تتجمع بسرعة وتقول لنا الصوت والصورة عشان النهاردة جايبين لك شوية حلويات. تعال. بص. بص تعال بص. بص الخامة القطيفة. انا عايز اقول لك هوريك اللي عمرك ما شفته. يلا 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 هذا اللي بعده. يلا 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 ابدا 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 ابدا. وريني وريني يا حبيبي وريني الشغل. وريني الموديلات. 500 و600 هتسمعي فيه. مش هنبيع ب 300 ولا 250 كمان. الكلام ده. يلا الناس تتجمع. واقول لك على حاجة. اول واحد هيقول السعر صح كسبان معانا. كسبان كسبان. جملة 350 جنيه جملة وصلت محلات بيت الحاوي. عايز اقول لك توقع السعر بتاعها كسبان. يعني انا ريحتك خالص. انا مش قلت لك مش هنبيع ب 250 كمان. التطريز والخامات عاملة ازاي؟ يلا يلا قال لك النهاردة هيبيع بربع الثمن. اتقل قطيفة في اكتر من 25 موديل. اتقل قطيفة في مصر. اتقل قطيفة في مصر. يلا 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 يلا. وريني يا باشا الموديلات عشان في اكتر من 50 بقول لك موديل. بص اكتر من 50 موديل. بص 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 انا عايز اقول لك على حاجه. ادي رسمه. بص وادي رسمه وادي برعوني. بص بص الموديل ده واللون ده. بص الكحلي منه كده. وريني الصفره دي. وريني تعالى لي تعالى لي تعالى لي كده. واحده واحده. بص الالوانات عامله ازاي والتصريحات عامله ازاي. بص بص الجوده والخامه والسعر في الواي فاي. ومش هقول لك تعالى امسك الخامه بنفسك. تعالى تعالى يا باشا. يعني وريني يا باشا. بص يا عم مينا انت تمسك التليفون ده وتكسب لي الناس. خد شد معايا كده. كسب لي الناس. شد معايا يا عم. بص كده الخامات عامله ازاي والمقاسات عامله ازاي. يلا 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 يلا. بص من جوه. الله يبارك لك. واحده واحده كده عشان اعمل لك. تعالى لي تعالى لي تعالى لي تعالى لي تعالى لي. قرب عليا كده. وريني الحلويات. دي كام لون في بعض؟ الحلويات انا شايف من جوه. انا هوريك موضوع موضوع. ما تقطعش كاسه مني بالله عليك. يلا 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 يلا. بص الصوره. وريني الصوره. وريني الاصل. وريني الاصل اللي دايما احسن من الصوره. خش عليا في الاصل. القطيفه والجوده. 115 كيلو. الله يبارك لك. 115 كيلو. لغايه تلبس لغايه 115 كيلو. انا عايز اقول لك 115 كيلو. بص الجمل ده. بص الجمل ده. بص الصوره. بص الاصل بقى معايا. بص وريني. وريني وريني وريني. بص معايا. بص كده. وريني الشغل. بص وريني الجودة. وريني الخامة. تعالي. بص الخامات. تعالى 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 واحدة واحدة. بص التليفون. بص الخامات. ايه يا عم بص بس. يعني قال لك بدل الرسمة انا عايز اقول لك نار يا عم مينا. نار نار من جوه. بطانية. نار من جوه. اسمع معايا كده وصحي لي الناس والناس كلها. ما توريني الالوان. ايوه الفرايح دي كده. بص وريني الفرايح دي. بص رسمتها عامله ازاي. تعالى لي. بص رسمتها تعالى لي. تعالى لي تعالى لي. تعالى لي. الناس تتجمع بسرعه كده. 45 موديل بالوانهم واحده واحده. واتفرج على الخامات واتفرج على التطريز. وبدل اللون هتلاقي 100 لون ولا 2 ولا 3. كميات جمله لما بنوي بجيب لك جمله وقطع. يلا 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 عشان النهارده جايبين لك شويه حلويات. وريني حته خضراء. وريني حته صفراء. وريني حته حمراء يا باشا. تعالالي. بص يا باشا الحلويات ضيق. تعالى اوريك الاصل. تعالالي اوريك الاصل. تعالى اوريك الاصل يا باشا اللي الناس عماله تزيد عليه وتقول ب 400 قرب معايا 500 جنيه. اعلى شويه معايا. يلا 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 اعلى شويه معايا. يلا 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 اقرب لك. بص على التطريز يا عم مينا. تعالالي. عايزك تشوف التطريز. عايزك تشوف الخامه والجوده والخامه والسعر والحاجه. اديك اللي انت عايزه. الله يبارك لك. عامل لك عظمه. قلت لك خش عليه. تعال بص اللقطه دي عامله ازاي. بص بقى الاصل عامل ازاي. وريني 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 وريني. واحده واحده معايا. بص انا اقول لك تعالى اتفرج عليها غرزه غرزه. اتفرج على العبايه غرزه غرزه. بص كده. بص معايا كده. يلا بقى كده. 45 موديل بالوان. على كده امسك. 45 موديل بالوان. خش عليه شويه شغل. فعلا روعه الروعه. شغال. بص شغال. موديل وادي موديل. تعالى اتفرج على الموديل ده كده. تعالى اتفرج على الشغل. بص كده واحده واحده على القطيفه. وتعالى وامسك الخامه. شغال. تعالى وامسك الخامه. بطانيه. بقول لك بطانيه. بقول لك هات القطيفه في السوق. بص الكثافه. بص بص الكثافه عامله ازاي. بص الجوده. حاجه فعلا وزن. الله يبارك. فعلا وزن. شغال. تعالى استنى استنى استنى.
بص كده. الناس اللي بتسال العنوان ثبت لك العنوان في كومنت. عزبه النخل شارع الشمس جنب البنزين. بص كده الصوره عامله ازاي. بص الصوره وبص الاصل. بص الصوره تعالى وريها. بص الصوره وبص الاصل. دايما احسن من الصوره. بص الحزام اللي في النص ده. بص الدلع ده. بص تتلم. والله حكايتك حكايه. انا عايز اقول لك حكايتك حكايه. الملكان ويتقال عليها 600 جنيه. انا هبيع لك بربع الثمن النهارده. قلت لك يا باشا توقع السعر بتاعها كسبان. توقع السعر بتاعها كسبان حالا 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 بلم يا باشا. ويلا واحده واحده معايا. يلا معاك ادي بيع. تعالى 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 ادي بيع. بص النبيتي منه. نبيتي منه 50 موديل اكتر من 50 لون يا باشا. بص 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 الشغل. بص لطيفه. بص الجوده. تعالى لي بقى يا باشا. قلت لك اتوقع السعر بتاعها كسبان. كل الوانها احسن من بعض. تسعه فوق. كل الوانها احسن من بعض. ادي بيع. بص الشغل. تعالى اتفرج على امه 500 و600 والغلا اللي مات جايبها لك بسعر بيت الحاوي. اصحى معايا بعد اذنك. اصحى معايا بعد اذنك. تعالى تعالى اوريك الاصل واوريك الالوان اوريك القطيفه المحترمه. واتنين فوق. استنى 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 استنى. خش بقى عليا كده واسخن معايا يا عم مينا. بص يا عم بشار اسخن وريني الحلويات. بص الدلع عامل ازاي. هو ده. بص الدلع عامل ازاي. هو زي ما هو. استنى استنى. بص زيد. بص التطريزات. زيد 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 زيد. يلا نزيد. بص التطريزات كده. خش على الحلويات. بص اللون ده. خش على الحلويات. اتفرج على اللون ده كده يا جدعان. الناس تعبت. بص كده الناس تعبت. قلت لك توقع السعر. مين اللي قال 125؟ 125 ده انت مش هتجيب الرباط بتاعك يا جدع. اسكت. بص الخامات عامله ازاي. خش بقول لك ب 400 و500 جنيه. اعلى معايا شويه. طيب. خلينا اكسب حد. بقول لك تلبس معاك لحد 115 كيلو. 115 كيلو. ادي بيع. بص الخامات وبص التقفيل. هو انبيع لك بنص ثمنه. مش هقول لك 400 جنيه ولا 500 جنيه زي ما الناس ما بتبيع. اعلى معايا كده. انا انبيع بنص ثمنه. برضه حاجه كده في وسط الشغل. الشغل اللي جاي ده ترنج رجالي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده ترنج رجالي. ايه ده ايه ده؟ اوريك ترنج رجالي روعه الروعه. انا اوريك. بس بص البنطلون بتاعه. تعالى تعالى تعالى. استنى استنى. صوصك يا باشا. وش ايه الشغل العالي ده؟ بص البنطلون ادي بيه. جايب لك شغل روعه الروعه. خلي بالكم انا اول مره اشوف الشغل ده. بصتين يا باشا. وشغل عالي. استنى. عايز اقول لك العالي البرتغالي وصل يا نيه. بص معايا على الخامه. عم شويه. بص التنطين من جوه. بص بطنطين. بقول لك طبي. طب بص اللقطه دي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بص كده. بص الشغل ده عامل ازاي يا جماعه. الناس اللي طلبت مني شغل. بص يجي موجود. بص عامل ازاي. بص الخامات. بص ترنجات اللي اتشرى. تعالى بص الخامه من جوه عامله ازاي. 600 جنيه لا يا باشا. 725 جنيه. 325 جنيه. 325 جنيه. وتيجي تمسك الخامه قبل ما تشوف الالوان. استنى استنى. يلا باشا عايز اكسب حد معايا دلوقتي. اللي عامل معايا مشاركه اخش على صفحته الشخصيه. اللي عامل معايا مشاركه دلوقتي حالا كسبان. كسبان انا معاك اهو يا باشا. بعد اذنك في الكومنتات. بص ان بيتي منه عامل ازاي. استنى استنى. خش عليه. جايب لك كام ترنج اطفالي. خش عليا ادي بيع. اتفرج على الشغل. ابو 350 وصل يا ناس يا عسل. تبعوا لك ب 100 جنيه ولا 95 ولا 85. امال ايه؟ جايب لك حاجه محترمه. بقول لك عليها ب 75 جنيه. 75 جنيه. 75 جنيه. بص بص سنه 2 3 ب 75 جنيه. ودي لوحده بتاعه ب 75 جنيه. ده قد ايه؟ عامله ازاي؟ بص بص ده كده 75 جنيه. بص بص ما بقول لك الاسعار اهو ب 75 جنيه. 75 جنيه. 75 جنيه. 75 جنيه. بص الحته عامله ازاي. بص الروان. لا ده سنه 2 بس. 75 جنيه. 75 جنيه. اتفرج قرب معايا يا بيه. تعالى 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 اتفرج على الحته دي. الطقم ده كله ب 75 جنيه. طب الناس عايز تعرف سعر العباية القطيفة يا عم مينا. اقول لك يا باشا كل حاجه دلوقتي. 75 جنيه الاطفال. 75 جنيه الاطفال. بص بص سنه. بص ما السنه واتنين. ده الغطس. الغطس. ده غطس يا باشا. بص يا باشا تعالى نغطس. ده غطس. بص عامله ازاي. ولا توبر ولا اي حاجه. ادي بيه كام. 75 جنيه. 75 جنيه. طب تعالى اوريك بقى العباية دي. خش يا باشا على العباية. الناس اللي عايز سعر العباية. محدش قال سعر صح. محدش قال السعر صح. محدش قال السعر صح. هو في واحد قال 230 كان قرب. وفي واحد قال 220. بكام؟ ب 225 جنيه. 225 جنيه. 225 جنيه. 225 جنيه. الوان كلها موجوده. اكتر من 50 لون. بص يا باشا المقاس. 225 جنيه. بص يا باشا بقول لك ب 225 جنيه. 225 جنيه. بص الترنجات اللي جايه. 325 325 اهي الترنجات. والاطفالي. جرب جرب. بص الترنج.
خش عليا خش عليا غالي عليا ب 325 325 دمر الدنيا محترمه ب 325 325 جنيه قلت لك اشكاله 55 جنيه 55 55 قلت لك يا باشا العبايه الناس اللي بتسعى عليها العبايه القطيفه ب 225 جنيه وخش على الملايين بص 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 اتفرج بقول لك ب 65 جنيه سنه 2 3 ب 65 جنيه سنه 2 3 ب 65 جنيه سنه 2 3 برضه ب 65 جنيه بص الحته عامله ازاي بص 65 جنيه ببيع لك بص ثمن السوست ثمن السوست ب 65 جنيه الفيست البام مبطن فارو ب 65 ايه ده رجالي عدينا الرجالي. السنه 2 3 خش في الرجالي ب 175 جنيه ايه اللي ب 175 رجالي ب 175 عشان تهزر تتكلم بجد اهو ايه يا جدع انت ده بص رجالي 175 قيس كده يا عم مينا 175 جنيه 175 جنيه عربيه الوانه 175 جنيه اتفرج كده بص يا باشا 175 175 جنيه 175 وبس تعالى بقى افرجك على بيت الموديلات بص حتى كل ده ب 55 جنيه 55 جنيه 55 جنيه استنى استنى تعال تعال اللقطة دي بكام؟ بكام؟ 25 جنيه 25 جنيه 25 جنيه ايه اللي ب 25 جنيه؟ بص كده 25 جنيه 25 وبس 25 جنيه عشان احنا بهدلنا 25 وبس تمام؟ طب عندك الترنجات دي بص كده اتفرجت على كام ترنج ده اغلى حاجه هتلاقيها ب 350 جنيه شويه ترنجات روعه الروعه بص بص لفه جاتوه اصلا لفه جاتوه المصانع المحترمه المصانع دي معروفه عن مين الظهر قبل الوش اوريك بص وكمام اوريك الظهر والوش وموضوع تعالى اتفرج بص الشغل ده اهو حاجه فعلا روعه الروعه وادي الصوره وادي الاصل اتفرج الناس على بقيه الموديلات تعالى كده بص يا باشا مش عارف اعرف عايز اقول لك عنوان عزبه النخل شارع عين شمس الرئيسي بنفتح من الساعه 11 لغايه